لم يضرب لنا شيء غير ما هو أهم من الثروة، احترام عند الناس، وبضع لوحات تشكيلية كانت أثيرة لدي. يجلس بجواري الفنان الجميل حلمي كما أراه دائما. He's a smart man. He's a smart man. تفضل. أريد أن تلقي ضوء على الجانب الشخصي لأحمد بهاء الدين. محظوظ بلادي فضل أتكلم عن أحمد بهاء الدين. أستاذي وصديقي، أنا اشتغلت مع تقريبا معظم رؤساء التحرير في البلد دي، يمكن ما عدا روزا يوسف، ما كانش ليها الحظ. وإذا أعتقدت أي مقارنة ستكون بفارق كبير لصالح بهاء الأستاذ والصديق. الحقيقة أنا أحب قبل ما أتكلم عن بهاء الدين وأتكلم عنها، وهذا جانب بارز في حياة بهاء ويميزه عن معظم حتى رؤساء التحرير إذا جاز التعبير. أولا الأساتذة تكلموا عن اهتماماته بالناس. أنا أذكر مرة اشتغلت معاه 7 سنين واترفدنا سوا 73 في لجنة النظام، كنا 104 وأنا كنت الفنان الوحيد الذي اترفد مع أحمد بهاء الدين وكان توفيق الحكيم وغيره من أعلام البلد. فمرة بيقول لي هي الناس بتسمع إيه، على ذكر اهتمامات الناس، هي الناس بتسمع إيه دي؟ فقلت له الناس بتسمع غنوة بتقول شباكين على النيل عينيك، شباكين على النيل، شفت في العين اليمين التعب والشغالين، شفت في العين الشمال، قال لي مين ده؟ قلت له واحد اسمه عبد الرحمن دبلوجي. فقال لي طب انا عاوز نمره التليفون ممكن تجيبها لي؟ قلت له نمره التليفون، وكتب عنه مقالا شيقا جدا مهما اعتقد انه لفت الانظار والقى الاضواء على دبلوجي الذي كان يعني لديه الاضواء، ولكن هذا